العالم الإعاقة هو يوم لابد أن يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة عموما وعائلتهم. كانت الفكرة بالنسبة لنا إصدار شيء يفيد الأطفال الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، فجتنا فكرة بطاقات مجانية. طبعا البادرة الفكرة كانت من زمان احنا لنا على اساس ان نستفيد الاطفال، وتقدمنا الاستاذ زياد الركيب، وبدون اي مناقشة وافق الله يجزاه خير على العمل، واصدرنا كوبونين لاثنين كافيه وجول لذوي الاحتياجات الخاصة. أصدر الكوبون مجانا لأطفالنا أطفال المركز، طبعا مدة 10 أيام لأطفالنا يدخلون فري، ياكلون ويلعبون، وبالنسبة للراسم وكل شيء كان بالنسبة لهم فري. فكرة مستقبلية إن شاء الله أن نصدر دفتر كوبونات كامل لجميع أطفال الاحتياجات الخاصة، ويخدم أطفال الاحتياجات الخاصة وأهاليهم وذويهم وأخوانهم، بحيث أنهم يستفيدون من اليوم العالمي في جميع المجالات، مو بس غنى ورقص. هو يوم لابد أن تستفيد العائلة كلها منه وتبرز، ونحس فعلا أنهم مميزين في ذلك اليوم. اليوم طبعا كانت جميع الفئات الموجودة عندنا في المركز، طبعا احنا مركز تدخل مبكر في كل الأطفال اللي عندنا أقل من 11 سنة. كان عندنا أطفال توحد، وعندنا أطفال ذوي إعاقة حركية، وعندنا أطفال تأخر في النمو العقلي، وعندنا أطفال متلازمة داون. بالنسبة لهم هم شاركوا أستاذ زياد في الافتتاح الفعالية اليوم اللي هو قص الشريط وافتتاح الحملة وابتداء الأطفال في استخدام الكوبونات لمدة 10 أيام من هذه الفترة. وطبعا أستاذ زياد ما قصر، أطفالنا اليوم قاموا بالرسم على السيراميك وقدموا وجبات مجانية لأطفالنا، والجميع الموجودين كانوا حاضرين، ما قصر والله، يجعلها إن شاء الله في موازين حسناته. تأخذ دروس؟ لا. جاي العربي والإنجليزي. وبتلعبوا في المركز؟ شو الألعاب اللي تمارسوها؟ نلعب على الجي والجولة. معلمة الرياضة بلا ملعب. ايش رايك في الفعاليه اللي اليوم؟ ايش رايك في الحفله اليوم؟ حلوه. ايش سويت اليوم؟
والأكواب. يومك ايش سويتي بالضبط؟ وين رحتي الصباح ولما جيتي هنا ايش سويتي؟ تحقق لك اللي تبغينه يا غلا، أباك تناظرين في الكاميرا وتقولين اليوم العالمي لدعم المعاق.